هيكون يوم الخميس سبب في انك تبطئ وترتب شغلك في اليوم ده، وهتظهر كتير من الاحداث وكتير من الظروف الجديدة اللي مش متوقعة، اللي هتطلب منك اعادة تنظيم وخطط والتزامات. مش هتغلق كتير من الفوضى في حياتك، لكن لكل حاجة هتبقى بتعتمد على قدراتك فيها علشان تاخد قرارات صح. هيكون يومك مناسب علشان تتلاقى النهاردة مع أصحابك وتجري محادثة مهمة جدا معاهم. يومك النهاردة مناسب عشان تحل مشاكل كتير هتبقى متعلقة بالسفر عندك مع أشخاص بيعيشوا معاك على مسافة مختلفة. في تنقل واضح جدا لكل الأشخاص اللي اتولدوا في اليوم ده. هيبقى عندك فرصة عشان تفرح وترتاح ويكون عندك رضا بنسبة كبيرة جدا. هيكون في تجارب مختلفة هتتعلق بالسفر أو أشخاص من قريب أو بعيد، هيبقى بتنتظر اجتماع واضح من خلالهم. هيبقى في تجمع بشكل كبير في اليوم ده ليك. بالنسبة ليك الخميس هيجيب ليك أمور كتيرة هتبقى بتتعلق ببيتك وأسرتك وقراراتك اللي هتبقى متعلقة بأسرتك. كل التغيرات وكل الخطط مع دايرة أصحابك وملك كل ده اليوم بيبقى بيتأثر في كل قراراتك مع كل أصحابك. هيجيب ليك تورط واضح في محكمة مع شخص ما أو قضية قانونية هيكون فيها دور تاني ليك هيتعلق بالصحة. هيبقى في احتمال لسوء التشخيص والعلاج اللي غير صحيح. هتبقى عندك مفاجآت كتيرة في اليوم ده تبقى مرتبطة بامرأة عندك أو أموال أو حتى ضيوف. اجتماعات كتيرة انت مش متوقعها، حتى لو كنت جاهز ليها في اليوم ده حاول تتريث شوية. هيبرز برج العقرب في كثافته لينا في اليوم ده وهيبقى بيأثر علينا. هنبقى معتمدين استراتيجيا، مدركين عاطفيا، لان القمر عنده رغبات كتيرة جدا في العلاقات الرومانسية. المريخ بيشكل تخامسي خماسي مع زحل بيشير لطاقة اننا نتوقف وننطلق في محاولة فرض قضية. مرجح جدا اننا نواجه مقاومة فيها. في بعض الاحيان هتكون المقاومة الداخلية اللي عندنا بتمنعنا من اننا نتردد. الخوف من اننا ناخد اجراءات مباشرة للعبور ده هيبقى فيه وسيلة لتحفيزنا من منظور في نبص لنص الكوب الفارغ. هنحس بالقواعد والقيود والحدود بالثقل اللي عندنا. هنصعب اننا نتوثق وننسق في رغباتنا.